السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الفاضلين في حلقة جديدة من برنامج مقاصد. في ظل الأحداث الكبيرة التي تشهدها منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي، وفي القلب منه اليوم معركة غزة التي تلف عليها أو تلف عليها وعلى أهلها صهاينة العالم، فأمد الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بأسباب القوة من سلاح ودعم دبلوماسي وسياسي، وكذلك في ظل ما يموج به العالم من حروب وصراعات، تبرز الحاجة إلى الحديث عن وحدة المسلمين كمصدر من مصادر قوتهم ومنعتهم. وفي هذه الحلقة نحاول التطرق إلى ما لم يتطرق إليه من قبل في هذا الموضوع والبحث فيه بشكل واف ومعمق. تفاصيل هذا الحديث بعد هنيها. موضوعنا هذا نضعه بين يدي الدكتور أحمد السعدي، عميدي كلية الشريعة في أكاديمية بشك شهير في إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا. بين الفينة والأخرى على امتداد الزمان والمكان يتردد الحديث دائما، وخصوصا بعد سقوط الدولة العثمانية التي كانت جامعة للمسلمين في حينه، يتردد الحديث كثيرا عن الوحدة الإسلامية. نريد أن نفهم منك، هل هذه الوحدة التي يعني ينشغل المسلمون بها في مجالسهم النخبوية، في مجالسهم العامية، في مساجدهم، في أسواقهم، في أحاديثهم الجانبية، هل هذه فرض واجب التحقيق على المسلمين، أم أنها أمر مستحب ومرغوب إليه ومندوب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا أظن أن الوحدة ليست واجبا فقط، ذلك أن العبادات في الشريعة الإسلامية ذات أوزان، ليست على وزان واحد. فكما أن عندنا المندوبات وعندنا الواجبات، كذلك المندوبات على مراتب والواجبات على مراتب. من أعلى مراتب الواجبات أن يكون الواجب مقصدا من مقاصد الشرع، يعني هدفا كليا للشريعة الإسلامية. وأنا أقول إن الوحدة الإسلامية هي الهدف الأعلى المطلوب من الأمة تحقيقه، ذلك أن مقاصد الشريعة أو أهدافها تتنوع على مراحل، على أصناف، على أنواع. عندنا واجب الأمة أو مقصد الدين من الأمة بالنسبة للخالق جل وعلا، المقصد هنا عبادة الله تعالى. فلو نزلنا إلى الخلق، ما هو المقصد على مستوى الخلق كله، يعني المخلوقات، كل ما سوى الله، العالمين؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو نزلنا إلى الإنسانية، نزلنا إلى المسلمين، ما هو المقصد من المسلمين؟ المقصد الذي يريده الله عز وجل من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة تحت سقف دولة واحدة، هذا مقصد شرعي. والمقصد الشرعي العام هو أعلى قولا واحدا من الواجبات المفردة. فإذا بالنسبة للأمة، الوحدة الأمة وكونها تحت ظل دولة واحدة، هذا ليس واجبا فقط، بل هذا مقصد وهدف أسمى للشريعة الإسلامية، وقد دل على ذلك آيات وأحاديث ومؤيدات عدة هذا ما فقهية وتاريخية. هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، ما دام الأمر يعني على هذا القدر من الأهمية، ويعني كما تفضلت جعلته مقصدا أو جعله العلماء مقصدا ساميا وكبيرا من مقاصد الشريعة الكبرى، أي أدلة ساقها تفيد هذا الوجوب أو هذه القصدية للشريعة؟ أود أن أنبه إلى شيء بداية. تفضل. كيف كما قلنا ليست العبادات على وزان واحد، كيف نعرف أهمية العبادة؟ هناك جملة مفاهيم يتحدث عنها الدين. على سبيل المثال عندنا موضوع الصلاة، كم من الأدلة
كم من الآيات، كم من الأحاديث جاء فيها ذكر الصلاة والاهتمام بها، هذا يعطينا مؤشر على مكانة الصلاة في الإسلام. طيب، كم هي الآيات، لو نظرنا في القرآن وحده، كم هي الآيات التي جاء فيها لفظ الأمة؟ أكثر من 50 موضعا في كتاب الله عز وجل، أكثر من 50 موضعا. هذا ينبغي أن نقف عليه. ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا مكانة هذا المفهوم في النظام الإسلامي العام، يعني يحتل موقعا مركزيا في منظومة المفاهيم الإسلامية. تماما تماما، كما ذكرت. لاحظ قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وانظر إلى قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لاحظ، في عندنا لإحداث الشيء في الحقيقة جانبان: جانب وجود وجانب عدم. ينبغي أن نراعي كل مقصد من جانب الوجود ومن جانب العدم. من جانب الوجود يجب أن نوجد الوحدة، مثل أن نختار خليفة مثلا، هذا يمثل مظهرا أساسيا من الوحدة السياسية للأمة. هذا من جانب الوجود. من جانب العدم قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن التنازع لأنه يفشل الوحدة، فإيجاد الوحدة مطلوب والحفاظ عليها مطلوب. فهذان الجانبان اللذان يتحدث عنهما العلماء، جانب الوجود وجانب العدم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك في هذا الحديث ناحية مهمة تقول لنا لماذا الوحدة الإسلامية بهذه الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يأكل القاصية من الغنم مفردة. يعني حينما يكون يعني القطيع يمشي، يبحث الذئب عن غنمة شاذة منفردة تمشي وحدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما يعلل لنا سبب أهمية هذه الوحدة، أنه حينما تكون الأمة كلها يرهب جانبها، يخشى جانبها، لأنها قوة، فإذا من فرد واحد منها ضعف واستغله العدو. معذرة دكتور، نقطة مهمة حتى لا تفوتني، نرجع بعد قليل إلى الحديث عن الأدلة، لأن الأدلة تحتاج إلى شيء من التفصيل. نعم. لي بعض التعليقات عليها في أسئلة، في صورة أسئلة. ما دمت تتحدث عن أن الذئب يأكل من الغنمة القاصية كما ورد في الحديث الشريف، هذا يدفعني إلى السؤال عن غائية الوحدة. الوحدة هي مقصد، لكن لا يعقل ربما عند المتابعين أن تكون الوحدة هي غاية في ذاتها. ماذا بعد ذلك؟ لا، ربما تكون الوحدة هي غاية، لكنها بالنهاية وسيلة لتحقيق غاية أكبر. ما غائية الوحدة؟ صحيح هذا، يعني الشيء قد يكون مقصدا وفي الوقت نفسه يكون وسيلة. نعم، والوحدة من هذا النوع. حقيقة لنتصور هذا الذي صوره لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث، لنتصور الأمة مجتمعة، كيف يكون أداؤها على مستوى العالم، ولنتصور الأمة متفرقة، كيف سيكون حالها بين أمم العالم. إذن الهدف من الوحدة قوة الأمة، مكانة الأمة، وقوة الأمة قوة للدين وقوة لأهل هذا الدين، حماية بيضة الإسلام. هذا والحقيقة هو أصلا لما جاء الإسلام. الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. في المحصلة الدين هدفه يعني رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم، وجاء الإسلام ليحمل هذه القيمة الكبرى، وهي تأمين مصالح الناس وحمايتهم من ظلم بعضهم لبعض، وكذلك درء المفاسد عنهم. فالدولة الإسلامية، حتى إن الإسلام شرع الجهاد لحماية غير المسلمين من المظلومين، غير المسلمين من المظلومين. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد لهذا الدين أن يحقق العدل على وجه الأرض، على وجه البسيطة. لا، كلما ضعفت الإسلام وضعفت قيم الإسلام، كلما تجبر الآخر وكلما ساد الظلم.
إذن حماية بيضة المسلمين لأجل حماية الإنسان من الإنسان، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يكون المسلمون وحدة متكاملة تماما، وحينما يتفرقون تتشتت حالهم. طب ما هذه الوحدة المحظوظة عليها شرعا؟ يعني ما شكل الوحدة المتصورة عند المسلمين، أو الوحدة التي أرادها الشارع للمسلمين؟ الآن في الحقيقة عندنا وحدة التي سميناها مقصدا عاما من مقاصد الشريعة العامة، هي أن تكون الأمة كلها أمة واحدة تحت لواء حاكم واحد، بمعنى وحدة جغرافية تمتد على أرض متصلة يحكم فيها رجل واحد بشرع الله عز وجل، يؤمن أفرادها كلهم بهذه القيمة وهي قيمة العبودية لله عز وجل. في هذه الحالة نحن حققنا الوحدة في مفهومها الأمثل. طبعا في كثير من الأحوال في التاريخ هذه بدأت عملية الوحدة من المؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، واستمرت في العصر الراشدي، العصر الأموي، ربما نعرض شيء من هذا فيما بعد. ثم رأينا التفرق يبدأ شيئا فشيئا في العصر العباسي. هذا في الحقيقة كلما زاد التفرق كلما رأينا أن ما يقربنا إلى الوحدة مطلوب شرعا، لكن قد لا نتمكن في هذه المرحلة من تحقيق الوحدة المثلى التي أراد الإسلام منا أن نحدثها. إذن الوحدة المثلى التي ننشدها هي أن يكون المسلمون كلهم على أرض واحدة تحت حاكم واحد يحققون أمر الله عز وجل وما يريده منه. لكن لو أذنت لي أن أفرق بين ما ننشده نحن وما يريده الله سبحانه وتعالى، هل ما ننشده من وحدة إسلامية تحت أمير واحد أو خليفة واحد أو رئيس واحد هي ما يريده الله، أم ما ننشده مختلف عن ما يريده الله؟ لا، نحن ننشد ما يريده الله شرعا. يعني نحن ينبغي علينا أن نسعى لتحقيق ما يريده الله منا. لذلك نحن نقول في عندنا مقاصد الخالق، يعني ما يريده الله منا، في عندنا مقاصد الخلق وهي نياتهم وإراداتهم. فكيف يحقق أمر الله؟ حينما تكون مقاصدنا مطابقة للمقاصد التي أرادها الله منا. فالله عز وجل حقيقة أراد منا أن نكون أمة واحدة، وحينما ننشد أن نكون أمة واحدة نحن ننشد تحقيق أمر الله فينا. نعم، هذه النقطة مهمة. فيما يتعلق بصور الوحدة الإسلامية العملية ومظاهرها سنبحثها بعد الفاصل، لكن قبل ذلك ما دمت تحدثت عن الوحدة في صورتها المثلى وهي الوحدة السياسية تحت لواء أمير واحد، ما الذي يفضي إلى هذا الفهم أو هذه الحقيقة إذا سميناها من أدلة في الوحي؟ ما الذي يفضي إلى هذا الفهم؟ نحن ذكرنا قول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا لا يفيد وحدة سياسية. نعم. ربما هذه وحدة شعورية ربما مثلا. الحقيقة الوحدة الشعورية مطلوبة، ولكنها ليست هي يعني ليست كافية لتحقيق الهدف الذي ذكرناه. الآن حينما نريد أن نكون أمة مرهوبة تحقق أمر الله على هذه الأرض، لا يكفي أن يكون شعوري معك وشعورك معي. نعم. ثم كيف مثل المسلمون هذه الوحدة على أرض الواقع؟ هذا أمر مهم جدا. كيف تمثل في السيرة النبوية حينما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حينما نهى عن كل عصبية ربما تصرف عن هذه الوحدة، حينما اجتمع المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ليقوموا بأول عمل بعد وفاته وهو اجتماعهم على خليفة واحد، حينما اختلفوا ضمن رؤية شورية فيما بينهم من الأصلح لأن يكون حاكما، حينما خالف بعضهم من مثل سيدنا علي مثلا على سبيل المثال ما كان موجودا يوم السقيفة، وبالتالي ما بايع أبا بكر في البداية بسبب غيابه. نعم. ولكن طيلة الفترة التي لم يبايع فيها رضي الله عنه، وبعضهم يقول 6 أشهر أكثر أقل قليلا، هي بعد وفاة السيدة فاطمة رضوان الله عليها، هذه الفترة ما رأينا من سيدنا علي رضي الله عنه أي خطوة خطاها
لكي يفسد هذه الوحدة التي قامت عليها الدولة. حتى سعد بن عبادة وبعض يقول أنه تأخر في البيعة حتى وكان مطاعا في قومه، وكان كما وصفه بعض الصحابة إذا قام قامت سيوف لقيامه. مع ذلك كل الأمة أجمعت على أن تستفيد من وجود شخص واحد يقود الأمة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لي خليفتين فاقتلوا الثانية منهما. لماذا؟ لأن هذا يفرق الأمة. جملة من المؤيدات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تصرف الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يعني كيف مثل الخلفاء الراشدين الإسلام واقعا في حياة الناس؟ هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فوجدنا أن الدولة في عهد الخلفاء الراشدين كانت دولة واحدة واستمرت كذلك، وكلما توسعت كانت تحت راية الخليفة الأوحد. وأنا أريد أن أذكر لك مثالا من التاريخ يجدر بنا التنبه لأهمية الوحدة السياسية بين المسلمين. لا بأس، قبل أن نذهب إلى الفصل. نعم تفضل. تعلم عندما قام بنو العباس على الأمويين قاموا يعني قتلوا الأمويين ولاحقوهم، وهذا شيء معروف في التاريخ. وفر منهم واحد اسمه عبد الرحمن الذي لقب بعبد الرحمن الداخل، وذهب إلى الأندلس وبنى دولة هناك في الأندلس. أولا رفض رفضا باتا أن يسمى خليفة عبد الرحمن الداخل، وقال: لا يكون خليفة إلا من يحمي الحرمين الشريفين. وقد طولب كثيرا ورفض. لماذا؟ لكي يبقي الأمة الإسلامية على خليفة واحد. ثم بقي أشهرا طويلة وهو يدعو للخليفة الذي كان يلاحقه ليقتله، يدعو للخليفة على المنابر، حتى قام واحد من بني أمية قال: والله لأقتلن نفسي إن بقيت تدعو للإمام على المنابر. حتى في الأندلس كانت المنابر تدعو للخليفة المسلم في بغداد الذي كان يلاحق عبد الرحمن الداخل، الذي أمر بالدعاء له وذكره في الخطبة. نعم. إشارة لخضوع جميع المسلمين تحت راية واحدة وكونهم أمة واحدة. ضغط هذا المفهوم كان على وجدان المسلمين وعقولهم. يعني إذا ما قبل أن أذهب إلى الفاصل، إذا ما أردت أن ألخص هذا المحور استدلالا من قولك بأن كما توصل بعض السلف من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، وأن واجب هذه الأمة هو إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بأن يكون المسلمون وحدة متكاملة. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح تماما. لا يمكن أن يحقق المسلمون مراد الله منهم حتى يكونوا أمة واحدة. نعم. طيب نبحث معك بعد قليل مظاهر هذه الوحدة بشيء من التفصيل. وقفة قصيرة ومن ثم عودة لاستئناف هذا الحديث. حياكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن المظاهر العملية للوحدة الإسلامية في وقتنا الراهن وواجب المؤمن تجاهها، وحديثنا تجاهها طبعا. وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع الدكتور أحمد السعدي، عميدي كلية الشريعة في أكاديمية بشك شهير في إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور. حياكم الله. الوحدة الإسلامية، يعني نعرش قليلا على أو نفصل قليلا في قضية مظاهر هذه الوحدة، لأنه يمكن بسط الحديث في هذا الأمر. نعم. وحدة المسلمين هي ربما هي حلم كل مسلم، لكنها قد تكون متباينة ليست دقيقة في أذهان المسلمين بين شخص وآخر. هل الوحدة هي اندماجية أم وحدة شعورية، أم أنها الوحدة في العقيدة؟ المسلمون كلهم يدينون بعقيدة واحدة، والوحدة في شعائر العبادات من صلاة وحج وصوم إلى آخره. أي نوع مظاهر الوحدة التي يمكن إذا القول بأن إذا ما تحققت الوحدة الإسلامية؟ الحقيقة نحن ذكرنا أن الغاية أو المقصد الأسمى هو تحقيق وجود الأمة واحدة تحت راية واحدة في دولة واحدة.
هذه الغاية الأسمى. وفي الوصول إلى هذه الغاية نجد أن الإسلام شرع كثيرا من العبادات والأوامر والتوجيهات التي تفضي إلى هذه الوحدة. خذ على سبيل المثال مثلا فضل صلاة الجماعة. لماذا كانت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة؟ ما سر هذا؟ لأن الإسلام يريدنا أن نقف جنبا إلى جنب مؤتمين بشخص واحد حتى ينعكس هذا على مستوى الدولة. خذ مثلا موضوع الحج. لماذا أراد الإسلام أن يجمعنا على صعيد واحد في مكان واحد في يوم واحد، هو يوم عرفة يجتمع فيه جميع المسلمين يتعبدون الله عز وجل في بقعة واحدة، جميع المستطيعين من المسلمين؟ ما الهدف من هذا؟ ترسيخ الوحدة في وجدان الأمة، أن نعرف معنى لقاء الأبيض بالأسود، الكبير بالصغير، الفقير بالغني، الأمة بمختلف أجناسها وأعراقها ولغاتها تجتمع في صعيد واحد. هذا هو رسالة يلقنها الإسلام لوجدان الإنسان المسلم ليشعر بضرورة الانتماء إلى جهة واحدة. نعم، هذا في العبادات. وإذا ذهبنا نتكلم عن العبادات وجدنا كلها تسير بهذا الاتجاه، تسير باتجاه ترسيخ الوحدة. الآن الوحدة كما ذكرنا في هدفها الأسمى أن تكون وحدة عامة، ولكن صور من هذه الوحدة تحققها أولا حتى تكون هذه الوحدة المثلى، منها الوحدة الشعورية. ماذا نعني بالوحدة الشعورية؟ انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في توادهم وتعاطفهم، ما قال في وجودهم السياسي ولا في حركتهم وأدائهم، تحدث عن الجانب الشعوري. إذن الجانب الشعوري مهم جدا في الوحدة، وتبدأ الوحدة حقيقة على الأرض بعد أن تكون راسخة في قلوب الناس. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. يعني أساسا ينبغي أن تكون هناك وحدة شعورية. هذه الوحدة الشعورية إذا قامت يمكن أن أتنازل عن حقي كما رأينا في الأمثلة التاريخية التي ذكرناها في سبيل تحقيق الوحدة المثلى، تكون قد ترسخت أولا في وجداني، فهذا شيء مهم. يعني الوحدة السياسية لا يمكن أن تكون قهرية وتكون اختيارية، ولا تكون كذلك إلا بأن تسبقها وحدة شعورية. بالتأكيد نجد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى مثلا بين المهاجرين والأنصار ثم كتب الصحيفة التي جعلت المؤمنين ممن هاجر وممن هم أرض أهل الأرض، يعني الأنصار، جعلهم أمة من دون الناس كما في الصحيفة الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكيان السياسي الذي قام على أساس من أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني جعل للمهاجر أخا من الأنصار، فالأخوة بين المهاجرين والأنصار كانت سابقة على إقامة النظام السياسي الذي تحقق في أول دولة إسلامية. وهكذا فكما ذكرتم الوحدة الشعورية شرط في الوحدة السياسية. اليوم لو نظرنا نحن إلى الوحدة المثلى ربما نتكلم عن شيء في أذهاننا، بعض الناس ربما يقول هذا شيء مستحيل، مثالي، هذا شيء مستحيل لا يمكن حدوثه. لكن في الحقيقة أولا هو ليس مستحيل، ولعلنا نتكلم في هذه النقطة لاحقا بعد الفصل. نعم، لكن أقول أنا أن التدمج في هذه الوحدة، مراعاة الوحدة الشعورية، ثم أشكال من الوحدة. نحن بحاجة إلى وحدة الأسرة أولا، حينما يكون نظام الأسرة قائما على توجيهات الله عز وجل ستجد الوحدة بين أفراد الأسرة. حينما نقول للابن يجب أن يطيع أبويه، ينبغي للزوجة أن تطيع زوجها، هذا النظام الموجود داخل الأسرة المسلمة وسعه على المجتمع، كلما توسعت وحافظت على التوجيهات الشرعية ستجد نوعا من الوحدة إلى أن تصل إلى الوحدة
المنشودة. وبالتالي أنت تجد مظاهر الوحدة في العبادات، تجد مظاهر الوحدة في الأحوال الشخصية، تعاليم الإسلام في الأحوال الشخصية، وتجدها في تعاليم الإسلام للمجتمع والأحكام الاجتماعية العامة. لذلك أنت تجد أن الأولوية دائما مثلا في صلة رحم، أولا عندنا داخل الأسرة، ثم كلما توسعنا كلما في العلاقات الاجتماعية الجيران، كلما اقترب جارك منك كان واجبك تجاهه أكثر، وهكذا إلى 40 دارا كما ورد في بعض الروايات. إذن العلاقات الاجتماعية سواء قرابة سواء مصاهرة سواء كانت جيرة، كل هذا يهدف الإسلام إلى تجميعهم وصولا إلى الوحدة المثلى. وبالتالي لذلك نحن قلنا الوحدة هدف أسمى وأعلى للشريعة الإسلامية على مستوى الأمة، جاء على توزيعات على كما نقول مدرج. مدرج هذا المدرج يفضي إلى هذه الوحدة، بدءا بالأسرة ثم العلاقات الاجتماعية، العلاقات الجوارية وهكذا. لكن على من تقع مسؤولية إقامة هذه الوحدة في الشريعة الإسلامية؟ هل هي على العلماء أم على السياسيين أم على الاقتصاديين؟ من المخول؟ الجميع. على الجميع. الجميع. هذا واجب كفائي، واجب كفائي على الأمة. وأنتم تعلمون أن الواجب في الإسلام على نوعين: واجب فرض عين بمعنى أن كل شخص ينبغي أن يعمله، وواجب هو واجب كفائي بمعنى أنه واجب على الأمة بحسب الملكات والإمكانيات عند كل شخص. هذا مفهوم الواجب الكفائي. يعني أحيانا أنا أستطيع أن أصلي وأنت تستطيع أن تصلي والآخر يستطيع أن يصلي، وبالتالي واجب على كل شخص أن يصلي. ولكن أنا لا أستطيع مثلا أن أعمل في جانب هندسي يلزم للأمة، فالعمل على الجانب الهندسي الذي يلزم للأمة واجب على المهندسين وواجب كفائي لأنه يتبع ملكة أو إمكانية ما. نعم. الآن كل واحد منا مطالب بأن يسعى لهذه الوحدة ولكن حسب إمكاناته. هذا هو السؤال. واجب. نعم. المؤمن، المؤمن العادي، المسلم العادي الموجود في الشام، في مصر، في العراق، في إندونيسيا، في حتى في اليابان، المسلم، ما واجب هذا المؤمن أو المسلم تجاه مسألة الوحدة، هذه الوحدة المسألة المصيرية والحساسة؟ نعم. أولا ينبغي علينا حينما لا نستطيع أن نفعل الشيء أن لا نلغيه من اهتماماتنا. جميل. هذا شيء مهم. على سبيل المثال يعني الآن الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني على الأقل على الأقل أن يبقى الغزو حاضرا في نفسه، في حين يستطيع أن ينفذ هذا الغزو يكون جاهزا لذلك نفسيا. فالخطوة الأولى عند كل مسلم ينبغي أن لا يذهب عن ذهنه إقامة الدولة الواحدة، إقامة الأمة الواحدة تحت ظل قيادة واحدة. هذا الهدف ما ينبغي وإن كان نراه بعيد المنال حاليا ينبغي أن لا يذهب من ذهننا. ثانيا يجب على كل واحد منا أن يعمل كل خطوة يظن أنها يمكن أن توصل إلى هذه الوحدة، كل بحسب قدرته وكل بحسب اختصاصه. الآن أنا مثلا في بيتي إذا لم أستطع أن أحافظ على جو أسري صحيح في بيتي فأنا مقصر تجاه قيام الوحدة الإسلامية العامة. كل خطوة أفعلها في تجميع من حولي من الناس ومحاولة جعلهم يحملون هما واحدا وفكرا واحدا ومصلحة واحدة باتجاه هذا الهدف، أقصد باتجاه الوحدة، على اختلاف تصوراتهم وعلى اختلاف آرائهم لكنهم عندهم هدف واحد. اليوم أنا يمكن أن أضع يدي بمن يؤمن بالوحدة المؤقتة لكي أصل إلى الوحدة النهائية. مثلا في مجال ونحن سنتحدث عن القضية الفلسطينية اليوم، مثلا قضية فلسطين قضية كل مسلم وقضية كل عربي. أنا يمكن أن أجلس مع القومي الذي ينادي
يعني هذه القضية التي أحملها، وبالتالي يدي ويده يمكن أن أحقق شيئا في سبيل الوصول إلى هذه المصلحة. هذا تعاون ربما وليس وحدة، لأن الوحدة ينبغي أن تكون على أسس شرعية. هو سعي نحو هذه الوحدة، وأنا بحاجة وأنا أسعى باتجاه الوحدة إلى أن أضع يدي بيد كل من يمكنه أن يوصلني إلى هذه الوحدة. الذي يتقاعس، قبل أن أذهب إلى الفصل الأخير، ما حكم من يتقاعس عن أداء واجبه، أن أتكلم عن الأفراد من المسلمين والمؤمنين، أن يتقاعس عن أداء واجبه سعيا لتحقيق هذه الوحدة مع القدرة والاستطاعة على ذلك، سواء كان حكما فقهيا أو حكما فكريا، ما يترتب من ضرر وأثر على هذا التقاعس؟ نعم، أولا من الناحية الشرعية يحرم على الإنسان أن يفعل كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على هذه الوحدة. يعني أنا كنت مثلا سياسيا، أنا وظيفتي سياسي، فإذا عملت على قطع أواصر العلاقات بين المسلمين سياسيا، فأنا من جهة الحكم الشرعي أرتكب إثما. إذا كنت قادرا على أن ألبي أمر الله في أي مجال يوصل إلى هذا الهدف وأقصر فيه أكون مقصرا، فهذا من الجانب الشرعي. من جانب الحقيقة، ماذا ينبغي علي أن أفعل؟ وإذا ما فعلته أنا أكون مقصرا ومسؤولا عند الله عز وجل. نحن ذكرنا على مستوى العائلة، ذكرنا على مستوى المجتمع، ذكرنا التعاون مع الآخرين في سبيل الوصول إلى الهدف. ثم ينبغي علينا بنفس الوقت أن لا نتقاعس عن كل خطوة نحن قادرين على فعلها توصلنا إلى هذا الهدف. وكل حسب مكانه في المجتمع، وكل حسب قدرته في المجتمع. وبالتالي أنا إذا تقاعست عن هذا العمل الذي هو واجب علي، ربما جاء الإسلام من الثغر الذي أنا أقف عليه، لأن كل واحد من المسلمين على ثغر من ثغور الإسلام، والعدو ينتظر منا ثغرا، وهذا الثغر ثغر الوحدة، فقد الوحدة الإسلامية. يعني هذا يمكن أن ينفذ منه العدو بسهولة جدا. وبالتالي أنا حينما أقصر في الجانب والآخر يقصر في جانب، وهكذا سيجد ثغرا واسعا يدخل إليه العدو منه ويكون مآله علينا. اليوم ضربت البلد الإسلامية الفلانية وفعل بالمسلمين في منطقة كذا كذا وكذا، وظلم المسلمون في هذه الناحية، أن نحن في أمان من ذلك؟ أكلت يوم أكل الذئب الأبيض. إذن حينما أنا أقصر أن أكون قادرا على أن أفعل شيئا في سبيل الوحدة، ثم أقصر في هذه الوحدة، في المحصلة أنا أرى نفسي اليوم في رخاء، سيحصل لي ما حصل لأخي الذي أيضا قصر من جهته، وهكذا. فإذا تقصير أي مسلم في أي خطوة يخطوها باتجاه الوحدة الإسلامية ستعود على المسلمين جميعا بالفساد والضرر. لكن حتى لا يكون نكون مثاليين، ما الممكن تحقيقه من هذه الوحدة في ظل الظروف السياسية الراهنة، والمسلمون الذين ينادون بالوحدة ليل نهار هم عاجزون عن تحقيقها حتى في إطار الجماعة الإسلامية الواحدة التي قد تتشكل من 4000؟ نبحث هذا بشيء من التفصيل فاصل أخير قبل العودة لاستكمال الحلقة. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامج مقاصد، التي نبحث فيها الوحدة الإسلامية ومظاهرها العملية، ونبحث في هذا المحور الأخير الممكن تحقيقه من هذه الوحدة وأثر هذه الوحدة إذا ما تحققت أو جزء منها على معركة مصيرية تحصل الآن في غزة في أرض فلسطين. الحديث دائما في هذه الحلقة مع دكتور أحمد السعدي. دكتور، الآن من الناحية العملية في يومنا هذا، وفي ظل الأحداث التي يموج بها العالم الإسلامي من جهة والعالم برمته من جهة أخرى، ما الممكن تحقيقه من هذه الوحدة في نظرك؟ نعم، أولا أود أن أنبه إلى أن أمما غيرنا لا يجمعها دين واحد ولا لغة واحدة، ولا يعني تجمعها مصالح مشتركة
وأرض واحدة، استطاعت أن تحقق نوعا من الوحدة وهي أوروبا. أنت تنظر إلى أوروبا، هم أقوام مختلفون، أجناس مختلفون، 87 إثنية، نعم، ومع ذلك استطاعوا أن يشكلوا نوعا من الوحدة. لماذا لا نحاول نحن المسلمين أن نبدأ بخطوة، أن نبدأ بخطوة؟ وهذا الخطاب بالدرجة الأولى للسياسيين. كل خطوة يخطوها السياسيون في سبيل الوصول إلى الوحدة يمكن أن تكون خطوة مباركة للوصول إلى الوحدة العامة. أنت تعلم أن هناك تجارب حصلت في بلادنا، يعني مثلا وحدة سوريا ومصر، كان الرئيس السوري تنازل في ذاك الوقت، تنازل عن الحكم لجمال عبد الناصر لكي يشكل نوعا من الوحدة بين البلدين. إذا نقول هذه ليست مثالية، هذه ممكنة في واقعنا، حصل شيء، لا أتكلم الآن عن الأخطاء، لكن الشروط مختلفة، الشروط الإسلامية مختلفة عن الوحدة بين سوريا ومصر. بلا شك، أنا أقول كل خطوة يمكن أن نخطوها، لأنك أنت اليوم أمامك مهمة كبرى لا بد أن تصل إليها بالتدرج. لن تستطيع أن تصل إلى دولة إسلامية كاملة عبر يعني، لكن معذرة دكتور، أرجو المعذرة، يعني قد يكون من السادة المشاهدين من يتابع ويمتلك رؤية نقدية ليقول لك تعقيبا على ما تفضلت به بأنه يعني لا يمكن القياس على ما حصل بين سوريا ومصر باعتبار أن هناك كان استبدادا سياسيا مارسه رجل ما، سلطة ما، فأنت تمكن لهذه السلطة الاستبدادية بتقويتها واتساع جغرافيتها وقوتها العسكرية على حساب وحدة إسلامية ينبغي أن يشتغل عليها في مستويات أخرى، في مقاربة أخرى، على أسس أخرى خالصة لله سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن يجاب على هذا الاستدراك؟ هو بلا شك أننا إذا انطلقنا من منطلقات إسلامية وتعاونت الجماعات الإسلامية فيما بينها على أن توجد نوعا من الوحدة، هذه خطوة جيدة. لكن أنا أقول هناك أخطاء حصلت، ما أردت أن أضرب المثال به في الوحدة بين سوريا ومصر هو إمكانية تحقيق نوع من الوحدة من الناحية العملية، من الناحية العملية. وأنا لا لست الآن بصدد تقييم هذه التجربة، لكن قلت أنها ممكنة، وما ذكرته في أوروبا لست هل يعني هذا أني راض عن الحال الذي في أوروبا. أنا أضرب أمثلة لأثبت أنها ممكنة أو شكل من أشكالها ممكن. نعم، هذا بالنسبة لي حتى لا نقطع الأمل من أن تقوم وحدة حقيقية بين المسلمين، ونسأل الله عز وجل، وهناك مبشرات في الأحاديث على أنه سيأتي يوم تجتمع الأمة فيه إن شاء الله وترجع إلى سابق عهدها. ينبغي أن لا يذهب هذا عن ذهننا، ونحن نتحدث في الممكن الآن، الممكن الآن ينبغي أن يبقى عندنا أمل بأنه سيحصل يوما ما وحدة على النحو الذي ذكرناه. على سيرة الأمل، يعني الآن معركة غزة حقيقة الواضح أنها وحدت المسلمين وجدانيا، وعندما أتحدث عن المسلمين أقول القواعد الشعبية الإسلامية المسلمة كلها يعني متحدة، ونحن نتابع الآثار الكبيرة المترتبة على قضية المقاطعة. لكن فيما يتعلق بالوحدة، كيف يمكن، وهو الأصل أن يكون السؤال مقلوبا، كيف يمكن للوحدة أن تفيد أهلنا في غزة؟ لكن بسبب الواقع نقلب السؤال لنقول كيف يمكن لهذه الأحداث والصمود والإيمان والبطولة والتضحية والدفاع عن المقدسات الذي نشاهده في غزة، كيف يمكن أن ينعكس على تخليق الوحدة الإسلامية؟ كيف يمكن أن يسهم في دفع العمل نحو الوحدة الإسلامية قدما إلى الأمام؟ لا، هو في الحقيقة القضية تبادلية، يعني كما ذكرت أنت، يعني يمكن للوحدة أن تساعد إخواننا في فلسطين، ويمكن للأحداث التي نراها اليوم أن تساعد في تشكيل الوحدة الإسلامية. لنتحدث عن كل من الجانبين. أولا، لنفترض لو كان المسلمون اليوم يدا واحدة، كيف سيكون الحال؟ انظر إلى قلة قليلة من المجاهدين أمام جيش عات تساعده أمم الأرض كلها من غير المسلمين. رأيت أمريكا ماذا تفعل في دعمها للكيان المحتل، رأيت، ثم نرى كيف أنهم يتساقطون على أيدي المجاهدين. ماذا لو كانت الجيوش العربية وهي تمتلك الترسانة وتمتلك وأناسها وجنودها كثير منهم مسلمون ويمتلكون هذا الهم،
ماذا لو اتحدت الأمة الإسلامية ووقفت إلى جانب هؤلاء المجاهدين؟ يقول لك معلق يعني هم الآن مشغولون بقتل أبناء شعوبهم للأسف. لذلك يعني قد يكون المقاربة غير منطقية بالنسبة للمشاهد. لذلك الوحدة الإسلامية تقوم على أسس غير الظاهرة في الجيوش العربية الراهنة، ألا توافق على هذا الكلام؟ يعني أنا أقول طبعا الحال الموجود عند العرب للأسف ليس مرضيا، لكنني لا أنظر بهذه السوداوية. يعني خذ مثال في سوريا. الآن في سوريا وجدنا من الناس هناك من الجيش من قتل إخوانه، ووجدنا من أبى، ووجدنا من ناصر إخوانه. الأمة ما زال فيها خير، الأمة ما زال فيها خير، وينبغي على أن نعمل على هذا الخير الذي في الأمة، ونقول إنه لو كان هناك وحدة حقيقية قائمة على هذا الوجدان العربي المشترك مع الوجدان الإسلامي لمحيت إسرائيل أو الكيان الصهيوني من على وجه الأرض. هذا جانب. أود أن أرجع إلى سؤالك الجانب الآخر، وهو كيف يمكن لقضية فلسطين اليوم ما يفعله الأبطال في غزة، كيف يمكنه أن يكون أساسا لتشكيل خطوة باتجاه الوحدة؟ الحقيقة أنا ما وجدت بين المسلمين أمرا عاما، أقصد مما يتصل بالشأن العام، يعني ما رأيت أمرا عاما يجمع عليه المسلمون كإجماعهم على القضية الفلسطينية حقيقة. يعني وهذا باب كبير مهم للدعاة والسياسيين الصادقين لاستغلاله من أجل الخطى باتجاه تحقيق الوحدة الإسلامية. اليوم أنت تجد، أنا ذهبت إلى أندونيسيا ورأيت الساحة الرئيسية تتسع لأعداد هائلة، وأنا أقدر بالملايين، ورأيت مظاهرة خرجت هناك عبر التلفاز، رأينا في هذه الساحة الكبيرة جدا وقد امتلأت عن بكرة أبيها. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني أن الأندونيسي يقف إلى جانب أخيه الفلسطيني مناديا بتحقيق العدل له ورفع الظلم عنه؟ أنت تجد في باكستان، في أفغانستان، في مختلف البلاد الإسلامية فضلا عن البلاد العربية التي خرجت رغم كل التشديد الذي حصل، بل في البلاد الغربية التي منعت منها فيها المظاهرات وهم يدعون الديمقراطية والحريات. لكن دكتور، عفوا دكتور أحمد، يعني هذه وحدة شعورية موجودة في الأمة لم تغب يوما واحدا. الحديث الذي يعني يصار إليه هو الوحدة العملية المفضية إلى رفع المقتلة عن أهلنا في غزة، عن أهلنا في فلسطين. كيف يمكن أن يصار إلى ذلك استفادة مما يحصل في غزة؟ إلى أي مدى يمكن لهذه الأحداث والسهم الأحمر بالمناسبة أن يلهم شباب المسلمين في العمل قدما نحو توحيد صفوف المسلمين بصورة أو بشكل أو بآخر؟ هذا شكل آخر. أنا أردت أن أوصف الحالة في أن هذه الوحدة الشعورية التي قلنا إنها خطوة مهمة في الوصول إلى الوحدة العامة أمر مهم. إذن الناس يمكن أن يعمل على هذه الوحدة الشعورية التي عندهم، هذا شيء مهم. الشيء الآخر الذي ذكرته هو أن هؤلاء الأبطال يحركون فكرة الجهاد من جديد في نفوس الأمة. وحقيقة ظن بعض الناس أن القضية بدأت بالزوال شيئا فشيئا، وأن عددا من الدول الإسلامية قد طبعت مع العدو، ثم بدأت عدد من الدول العربية تسير المسيرة نفسها، وكنا نظن أنها ما هي إلا ربما شهور قليلة، حتى كثير ممن كان ينادي ضد الصهاينة وكذا يضع يده في أيديهم. لكن هؤلاء الأبطال قلبوا كل البوصلة، غيروا كل الرؤية، وعاد الشباب والفتيان الصغار ينتظرون رؤية أبا عبيدة، رؤية أبي عبيدة أكثر مما ينتظرون أفلام الكرتون بالنسبة للأطفال. لماذا؟ إذن هذه الحالة أعادت للأمة شيئا مهما جدا، وهو أن لديها قضية ينبغي أن تنتصر لها. هذا وجود شيء تجمع عليه الأمة ويحرك وجدانها شيء مهم جدا وأساسي كخطوة في الوصول إلى الوحدة المنشودة. والعمل على تربية جيل مؤمن بالله. أنا أقول لك خذ مثال هذا الذي قال روح روح، هذا الرجل الكبير بشكله عمته ولحيته وانتشاره وكأنه وسم عام تراكض الناس على تناقله بين مواقع التواصل الاجتماعي. ما معنى هذا؟ معنى هذا
عادت صورة كان العدو عمل كثيرا على تشويهها، أن هذا الرجل الذي تطول لحيته أو يلبس غداء إسلاميا هذا خارج التاريخ، هذا ليس في قلبه رحمة، هذا ليس. الأبطال في غزة أمام تصرفاتهم مع الأسرى، تلك التي تحمل كلبها وأقروها هذه البنت على أن تحمل كلبها، وعندما أرجعوها كذلك أو يعني أرت الناس جميعا رحمة الإسلام، وأن المسلمين الملتزمين بدينهم ما زالوا يحملون هذه القيم التي رباهم عليها الإسلام. هذه الصورة حسنت من الصورة القاتمة التي كان يرسمها الإعلام الغربي للمسلم ويحاول تنفير المسلمين من هذا الواقع الذي الواقع الإسلامي الذي كنا ننشده. الحمد لله، أنا أظن أن حرب غزة ساهمت بشكل كبير في تحريك الوجدان المسلم وبعث الأمل فيه من جديد على إمكانية النصر وإمكانية التحرير وإمكانية الاجتماع، وأن هذا دين الله عز وجل الذي ينبغي أن نعود إليه، ونحن لن ننتصر إلا بالعودة إليه. وربما من أهم آثار هذه المعركة أنها أيقظت الوعي الإسلامي بضرورة أن يكونوا متحدين دفعا للاعتداء عنهم. بقي معي دقيقتان أو ربما أكثر بقليل، دقيقتان ونصف، أتركهم لك تتحدث بهم عن موضوع الحلقة فيما لم يرد السؤال عنه. الحقيقة يعني هم الوحدة هم يؤرق كل مسلم، لأننا نرى نتائج غيابها. اليوم أضعف أمة تتراءى أمام الناس هي الأمة الإسلامية. تجد في البلاد الإسلامية القلاقل، تجد في البلاد الإسلامية المخدرات، تجد في البلاد الإسلامية الضعف، تجد في البلاد الإسلامية الانبطاح أمام حضارة الآخر. الحقيقة بدأ بعض الناس يعني يرى نفسه، لماذا أنا عربي إذا كانت هكذا العروبة؟ لماذا الإسلام ونحن على دين الحق؟ لماذا هذا حالنا؟ الحقيقة ما حصل في غزة أعاد لنا مرة أخرى الأمل في إيقاظ الشباب على أن هذه الأمة التي ننشد أن تكون أمة واحدة هي صالحة لأن تكون أمة واحدة وأن تفرض القيم الإسلامية على العالم أجمع. وهذا إن شاء الله، هذا الناحية الوجدانية التي حصلت لدينا من هذه الأحداث في غزة محرك لنا أيضا على أن نسعى كل في بابه. أنت ذكرت الجماعة الإسلامية التي فيما بينها تتفرق، هذه مؤشرات في الحقيقة لنعود إلى أنفسنا ونرى ما هي أسباب الحالة التي نحن فيها من التفرق. في شيء أخير أود أن أذكره، وهو ما يمكن أن أسميه بالوحدة الافتراضية. اليوم كل شيء يتحول إلى معلوماتية، كل شيء يتحول إلى تقنية، كل شيء. اليوم نتحدث عن ذكاء اصطناعي، نتحدث عن مدير شركة عبارة عن رجل اصطناعي، يعني من الذكاء الاصطناعي، نتحدث. العالم يتجه بهذا الاتجاه، لماذا لا نستفيد منه فيما يمكن أن أسميه وحدة معلوماتية، وحدة افتراضية، بمعنى أن نحاول أن نصل الجسور بين المسلمين في مختلف بلاد العالم عن طريق الشابكة، لنشكل وجها آخر في وجه الحضارة الغربية. لماذا أنا لا أؤيدك حينما تكتب منشورا يتحدث عن قضية إسلامية، وأنت تؤيدني حينما أكتب تغريدة عن وضع إسلامي؟ وهكذا عندما المسلمون جميعا يتحدون على الحالة الافتراضية، هذا سهم أيضا يمكن أن يشارك في الوصول إلى الوحدة الحقيقية على الأرض إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور أحمد السعدي، عميد كلية الشريعة في أكاديمية بشك شهيد العلوم العربية والإسلامية من إسطنبول، والشكر موصول لحضراتكم على كرم المتابعة. دمتم في حراسة الله.